بداية فيلمنا النهاردة مع واحدة اسمها مالوري، واللي بتكون بنت أمريكية لكن عايشة في اليابان، وبتكون طالبة في المدرسة الثانوية. وفي يوم وهي خارجة من المدرسة قابلتها زميلتها نينيتا ومعها اتنين كمان، وبتهددها انهم هيضربوها وبتحاول تتأسف لهم، لكن نينيتا ما بتقبلش الاعتذار بتاعها وبتهرب منها، وبيفضلوا ماشيين وراها لحد ما بيقفوا كده عند الجسر على البحر، وبتزقها وبتوقعها على الأرض وبتقولها انك ما كانش ينفع تقولي اسمي للمدرسة بتاعتنا. وبعدين لما بتقف بتضربها تاني لحد ما بتتعور، وبتفضل تصورها وهي بتزلها، ونزلت الفيديو على الفيسبوك والانستجرام كمان. لكن قبل ما تمشي كانت مالوري مسكت ماسورة حديد وضربتها على دماغها، وبيجي واحد كده يلحقها قبل ما تقتلها، وبتصل بالشرطة وبتيجي تاخدهم. وبعدها بيظهر عمها تومي اللي بيجي يعني يخرجها من الاسم. لما بيوصل البيت بيجيله خبر انها اتطردت من المدرسة، ولسه هيكملوا الاجراءات القانونية عند القاضي. لكن في الوقت ده بتكون مالوري متضايقة وعاوزة تخلص من حياتها، وبتاخد مجموعة كبيرة من البرشام لحد ما بتقع على الارض، وبتيجي عربية الاسعاف تاخدها وبينقذوها من الموت. لكن الدكتور بيقول لتومي انها لسه هيعملوا فحوصات تانية عشان يتأكدوا ان مفيش اي تلف حصل في المخ. وبعد ما بتبقى كويسة بيروحوا جلسة الحكم، والقاضي بيحكم عليها ب5 ملايين دولار غرامة وسنتين في إصلاحية، وما بيكونش المحامي عارف يعمل لها أي حاجة بسبب إن أهلي نيميتا ليهم سلطة كبيرة وأغنية جدا، والحل الوحيد إنهم يدفعوا لحد من السفارة يخرجها. وتاني يوم بياخدها تومي وبيروحوا لحد الإصلاحية، وبيكون معاهم ديفيس المحامي، وبيدخلوا كده وبتستقبلهم واحدة اسمها سكاي اللي بتاخدهم مكتب المديرة جينيفر، اللي بترحب بيهم وبتقول لتومي انها عاوزاهم يعتبروا المكان ده مش سجن، انما مجرد مكان بيساعد البنات عشان يكونوا افضل. وبتقول لهم ان هي ما بتحبش تعمل حاجة بشكل رسمي، وده هيكون افضل ليهم كلهم. وبعدها بتديهم فرصة عشان يودعوا بعض، وبيخرج تومي وبيدي ديفيس فلوس كده اتعاب القضية، وبعدين بيودعها وبيقول لها ان هو هيحاول يخرجها من هنا في اسرع وقت ممكن. ولما بيمشي بتاخدها سكاي وبيقابلوا مجموعة مساجين، ومنهم واحدة اسمها ريزا، واللي كانت بتحاول تضايقها لكن ظهرت كده واحدة اسمها نيروبي ودفعت عنها. وبعدها بتوريها المكان اللي هتعيش فيه، واللي بيكون عبارة عن مجموعة زنازين، وبتديها كده هدوم السجن وبتقول لها لازم تسلمي لي الهدوم بتاعتك. وبعدين بتقول لها على جدول مواعيد الأكل، ونبهت عليها ان النور كل يوم بيطفي الساعة 9. وبعدها بنتعرف على واحدة اسمها كاترينا، واللي بتبدأ تعرفها على كل حاجة هنا، وبيسمعها صوت جرس وبتقول لها ان ده معاد الاكل. وبيخرجوا سوا وبيأكلوا، وبنشوف كده مالوري ان ريزا عمالة تبص لها وبتقول لها كاترينا انها خطيرة جدا، ودخلت هنا بسبب انها قتلت عيلتها كلها وهي عندها 14 سنة، والافضل ليها انها ما تواجههاش في يوم القتال. فسألتها مالوري ايه هو يوم القتال ده، قالت لها ده المكان يعني مش مجرد اصلاحية، لا ده 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 مكان بيتمارس فيه كل انواع الفساد، وكل اللي موجودين من اول المديرة لحد الحرس كلهم واخدين رشاوي. وفي الوقت ده بتقرب ريزا منها وبتحاول تتكلم معاهم برخامة، لكن بتبدأ كاترينا تشد معاها، وكانوا هيضربوا بعض لكن الحرس اتدخل فقالت له ريزا انه مجرد نقاش وانهم مش هيتخانقوا. وبعدها بتقول انها عاوزة تكلم عمها في التليفون، فقالت لها كاترينا ان التليفونات كلها متراقبة، ولو قلت لعمك اي حاجة هيقتلوكم انتوا الاتنين، ويقولوا انه هو مجرد حادث. ولما راحت تكلم عمها قالت له ان هي لازم تخرج من هنا وانها خايفة جدا، فقال لها انه سجن فطبيعي اللي بيحصل ده ولازم تكوني اقوى من كده. وبتكونش عارفة تقوله اي حاجة عن اللي بيحصل جوه. وبعدها الحارس بيندى عليها وبياخدها للمديرة اللي بتديها ورقة كده لازم تمضي عليها، فبتكون خايفة تمضي وبتقول ان هي عاوزة المحامي بتاعها، فقالت لها ان الورقة دي هي اللي موقفة بداية المدة بتاعت السجن، ولو تأخرتي ممكن تقعدي هنا شهر او شهرين زيادة عن المدة بتاعتك، فبتخاف وبتضطر تمضي. وبعدين بتجيلها سكاي وبتقولها ان احنا لازم نخليك تشتغلي اي حاجة، عشان هي ما كانش عندها اي خبرة في اي حاجة. قالوا لها ان انتي لازم تشتغلي في غسيل الارضية. وهناك بتقابل ريزا مرة تانية واللي بتقول لها انا عايزاكي تيجي معايا زنزانة، فردت عليها وقالت لها انا مش عايزة مشاكل، فضربتها وقالت لها انتي مش هتفضلي في حماية كاترينا لمدة طويلة. وتاني يوم في الفسحة لما بتقابل كاترينا وبتشوف اللي حصل لها، وبتعرف ان بسبب ريزا
راحت لها وبدأوا يتخانوا مع بعض والحرس هو اللي وقفهم، وبتيجي جينيفر وبتقول للحرس ياخدوهم هما الاتنين على القفص. وبالليل الحرس بيرجع كاترينا الزنزانة وهي مش قادرة حتى تقف على رجليها، وبتقول مالوري للمديرة إنها محتاجة مساعدة ولازم يودوها المستشفى بسرعة، لكنها بترفض وبتقولها أنا النهاردة هعلمك أول درس في الإصلاحية، وتخلي واحدة زميلتها في الزنزانة تبدأ تضربها قتال واحد وصد واحد. لكن مالوري ما بتقدرش حتى تدافع عن نفسها، وبتقولها المديرة إن أول مباراة قتال ليكي بعد أسبوعين والأحسن ليكي إنك تتدربي. وتاني يوم بتحاول تنزل الجيم، لكن سكاي بتقولها إن أنت ضعيفة جدا ومش هتقدر تكوني واحدة من المنافسين اللي موجودين في السجن، وما وافقتش إنها تساعدها، وبتكون عاوزة تروح تتكلم في التليفون لكن الحارس بيمنعها. وفي اللحظة دي بتتدخل سكاي وبتقولها أنا هخليك تتصلي بيه، لكن لو قلتي أي حاجة الوضع بعدها هيكون وحش جدا بالنسبة لك. واتصلت بتومي اللي قال لها أنا حاولت إن أنا أزورك لكن منعوني بسبب إن أنت خسرتي امتيازات كتيرة جوا السجن، فكانت بتحاول توصله اللي بيحصل بطريقة غير مباشرة، لكن سكاي فهمت وخدت منها التليفون وقفلت السكة. وبعدين نزلتها الجراج وقالت لها اقلع هدومي كلها، ولما رفضت خلت الحراس يضربوها. وفي اللحظة دي ظهرت جينيفر وقالت لها احنا عرفنا ان انتي من عيلة غنية وكل اللي احنا محتاجينه كمية قليلة من الفلوس بتاعتكم او هتعيشي اسوأ ايام حياتك. وبعدها بتخلي كل الحراس يختصبوها وقالت لها ان ده ممكن يحصل اكتر من مرة في الاسبوع، فحالة انها ما جابت لهمش اي فلوس. وبتكون مالوري مصدومة من اللي حصل فيها، وهي في الحمام بتقرر انها تحاول تنتحر تاني، والمرة دي بتفشل برضو. ولما بتشوفها سكاي بتقولها حتى الانتحار فشل فيه. وبعدها بتاخدها سكاي وبتدخلها سجن تاني، وبتجيلها جينيفر وبتقولها ان الفرق بيننا وبينكم ان في امريكا في كتير من الرفاهيات وده اللي بيخليكم ضعاف عكس اللي هنا في اسيا، وانا بعمل فيك كل ده عشان اخليك اقوى، وده على فكرة لمصلحتك. وبعدها بيكونوا في الفسحة وبتكون في واحدة قاعدة لوحدها وبتكون مدمنة مخدرات، وفجأة بتمسك أداة حادة وبتقتل نفسها بيها. وبعدين بتكون كده كاترينا بقت كويسة ورجعت تتدرب في جيم، وبدأت مالوري تتدرب معاها وبدأت كاترينا تساعدها في حاجات بقى كتيرة جدا، وآخرهم كانت الملاكمة. وبعدها بدأت بقى كاترينا تحكي لها عن حبيبها مايكل اللي اتعرفت عليه قبل الأسبوع من دخولها السجن، واللي كان السبب الرئيس انها تدخله رغم انها كانت بتحبه جدا. ويوم ورا يوم بدأت مالوري تحب الجيم وتتدرب اكتر، وده ممكن يكون بسبب خوفها من الماتش اللي هتلعبه غصب عنها، وفي نفس الوقت بتاع التدريب بدأ يزودها ثقة في نفسها، لحد ما في يوم جينيفر جت لها وقالت لها انها تلعب ماتش دلوقتي مع واحدة من اقوياء السجن واسمها كيتي، وبيكون هدفها انها تيم مالوري اكتر. ولما بيبدأ الماتش بتكون مالوري في وضعية صعبة جدا وما عندهاش الثقة انها تكسب، لكن مع الوقت ومن كتر الضربات اللي هي خدتها بدأت تتشجع وبدأت تضرب هي كمان، لحد ما قدرت توقع على الارض. ولما بتروح بتقولها كويس ان انت عرفت النظام بسرعة، وبتقولها ان عمك دفع مبلغ كبير لواحد في السفارة لكن للأسف دفع للشخص الغلط، واحنا هنديكي فرصة تقابليه عشان يفهم هيدفع لمين بالظبط، لكن طبعا تحت المراقبة، ولو قلت له اي حاجة صدقيني مش هيقدر يوصل حتى العربية بتاعته هيموت. وقالت لها انت هنا ما عندكش اي اختيار نهائي، ولازم تسمعي كل اللي بيتقالك وتنفذي بالحرف الواحد. وبعدين عرضت عليها عرض اخير وقالت لها هعمل ماتش قتال بينك وبين ريزا، ولو قدرتي تكسبيها هديلك حريتك. وقالت لها ان الفيديو بتاع الماتش اللي فات اللي نشروه جاب مشاهدات كتير جدا والمعجبين عاوزين يشوفوك تاني. وبعدها بتخرج وبتقابل عمها وبيقول لها انه كلم واحد صاحبه وعارف ناس كتير هتقدر تساعدك وتخرجك من هنا، وقال لها انا كلمت ابوكي لكنه حقير ولما عرف الموضوع ما اهتمش، وبيعرض عليها انها تحاول تكلمه بتليفون السجن لعل وعسى لما يسمع صوتك يقرر ان هو يساعدك، لكنها رفضت وقالت له ما تطلبش مني اعمل كده وسابته ومشيت. وبعدها خرجت بقى تعيط وجت وراها سكاي وقالت لها لو دفعوا فلوس كتير للشخص الغلط ده مش هيفيدك وانت فعلا في ورطة، فسألتها اذا كانت المديرة هتديها حريتها لو قدرت تكسب الماتش الجاي، لكن سكاي قالت لها انا معرفش انت بتتكلمي عن ايه. وبعدها بتكون بتجهز نفسها للماتش ده وتتدرب بكل قوتها، لحد ما بتجيلها المديرة وبتقول لها انه ممنوع بعد كده تدخل الصالة الرياضية، وبتقول للحراس انهم ياخدوها للزنزانة بتاعتها. ولما بترجع مالوري بتفضل تتدرب في الزنزانة بتاعتها من غير اي حديد، وبتقولها كاترينا ان هي مش مستغربة
وأكيد المديرة عاوزاك تخسري، وفي نفس الوقت ده بيكون ريزا مسموح لها أنها تدخل الصالة الرياضية زي ما هي عاوزة، وكمان المديرة جات لها وخلت الحارس يديها حقنة فيتامين مقوية وقالت لها أنا عاوزاكي تقتليها، لو عملت كده هتكوني حرة. فريزا قالت لها أنتي قلتي كده المرة اللي فاتت، فقالت لها إن المرة دي بجد. وبعدها بتقعد كيتي مع مالوري وبتحذرها من الماتش ده، وقالت لها إنك عشان تفوزي مش شرط تكوني الأقوى، لكن لازم تفكري كويس وتستخدمي عقلك في الماتش، لأن مش هيكون ماتش عادل بينكم وبين بعض خالص، وأكيد المديرة هتحاول تدعم ريزا بكل اللي تقدر عليه. وقالت لها أنا بقول لك الكلام ده عشان أنا ما بحبهاش. حتى في وقت الغداء بتكتمل المؤامرة والحراس بيمنعوا مالوري إنها تاخد أكل، وقالوا لها إن أنتي ممنوعة من الأكل والامتيازات في الإصلاحية. ولما كاترينا اديتها تفاحة عشان تاكلها الحارس زعلها وقال لها ممنوع المشاركة. وبالليل لما كانت نايمة بتكون جعانة جدا ومش قادرة تستحمل، وبتشوف فارو بتمسكه وبتقولها كاترينا اللي أنتي بتعمليه ده مقرف جدا، لكن قالت لها إنها مش هتقدر تكسب وبطنها فاضية ولازم تعمل المستحيل عشان تخرج من هنا، وفعلا بدأت تاكل الفار. وبعدها تسأل كاترينا إذا كان حد قدر يهرب من هنا قبل كده، قالت لها في كتير حاولوا لكن ما يدروش والهروب من هنا يعتبر مستحيل. قالت لها أنا حاول أسرق مسدس من الحراس ونهرب أنا وإنتي، ولا يوفي طارينا نقتله. قالت لها أنت كده بتفقدي أعصابك قبل يوم الماتش ولازم تركزي الأول في الماتش. وبالليل بيجي وقت الماتش وبيجي الحراس بقى ويفتحوا زنزانة وتخرج معاهم وبتروح الحلبة، وبتقول لهم إن المديرة القتال النهاردة مختلف وإن قوانين الحلبة دي إن واحدة منكم بس اللي هتخرج عايشة. وبيبدأ الماتش بينهم وبتكون في الأول ريزا هي اللي مسيطرة على الماتش، لكن في الآخر بتقدر مالوري تضربها لحد ما بتقعها على الأرض، وبعدها بتقومها وبتستخدم شعرها عشان تخنقها، وفي الآخر بتقع على الأرض ما بتكونش قادرة تتحرك، وبتقولها المديرة لازم تقتليها عشان تبقي حرة، لكنها ما بتكونش قادرة تقتلها، فبتجيب المديرة سكينة وبتقولها أنا هخلي الموضوع أسهل. لكن مالوري قررت بدل ما تقتل ريزا وتخرج من السجن لوحدها، قررت إنها تهدد المديرة بالسكينة، وعلى طول الحراس بدأوا يهددوها بالمسدس، لكنها بدأت تضربها بالسكينة في رجلها، وقالت لها خليهم يسلموا المسدسات بتاعتهم، وبدأت كاترينا تاخد السكينة وهي مسكت مكانها المسدس، وبدأوا يهربوا من السجن كلهم مرة واحدة، وأي حارس يقابلهم ياخدوا منه المسدس بسرعة، لحد ما يخرجوا برا السجن، وبتروح كاترينا تجيب عربية، وفي الآخر بسيب لهم مالوري المديرة يقتلوها براحتهم، وركبت مع كاترينا وقالت لها لازم نروح نبلغ عن كل اللي حصل في السفارة الأمريكية. وبس كده يا سادة بنكون خلصنا العظمته بتاعتنا، واشوفكم بقى في العظمة اللي جاية. سلام.